ما إن بدأت صور الأحداث الدائرة في سوريا تتدفق عبر الإنترنت لمصورين هو حتى اتضحت بشاعة ما يحدث هناك. هذه المشاهد ليست جديدة على السوريين، فهي تعيدهم إلى مجزرة حماة عام 82 التي شنها النظام بقيادة الأسد الأب وأخيه رفعت بحق المعارضين وحتى المتعاطفين معهم من ذويهم، حيث استمرت 27 يوما وحصدت أرواح عشرات الآلاف من السوريين، إلا أن الرواية دفنت مع جثث الضحايا ولم يتبقى سوى بعض ممن يروون ما حدث من وقت لآخر. ضل الشغلة شهر، عد أول شهر طلعنا لنتصل وصار، ولا طلعنا لقينا القناة الجثث بالأرض محوها وكومات كومات. توفي حافظ الأسد في يونيو عام 2000 ليستلم ابنه بشار مهمة والده، وواصل سياساته لعشر سنوات وصفتها منظمة هيومان رايتس ووتش بالعقد الضائع. وعندما ارتفعت الأصوات المعارضة عام 2011 تحرك الأخوان الأسد، ولكن هذه المرة بشار وماهر، تحركا على خطى الوالد والعم وتواصلت سياسة قمع نتج عنها صراع عنيف وثقه الناشطون بالصوت والصورة. لم يمت المعارضون بصمت، بل طلبوا بزوال الحكم الأسدي، وساهمت الصورة في دعم مطالبهم. ولكن هل ستتمكن اللعبة السياسية من إجبار السوريين على قبول استمرار نظام الأسد مرة أخرى كما أجبروا عليه عام 82؟